دلوقتي معادنا مع مجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية. نبدأ من اليوم السابع ونقرأ: الصحة: توافر كميات من لقاحات كورونا تكفي جميع المواطنين المسجلين بالمنظومة. أكدت وزارة الصحة والسكان الاستمرار في استقبال دفعات لقاحات فيروس كورونا تباعا ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المختلفة والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAFI، وذلك بالتوازي مع إنتاج اللقاحات محليا داخل مصر. أوضحت وزارة الصحة والسكان توافر كميات من اللقاحات تكفي جميع المواطنين المسجلين على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى زيادة إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على التسجيل لتلقي اللقاح. ننتقل إلى موقع المصري اليوم ونقرأ: قناة السويس تصدر بيانا بتفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في دعوى ايفر جيفن، حيث أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمس الأحد حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة 14 قاف المقامة من قبل هيئة قناة السويس بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية ايفر جيفن التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 من مايو الجاري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني. صباح الخير دكتور شوقي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. الخبر اللي أنا قريته دكتور شوقي بيقول إنه هيئة قناة السويس في بيانها اللي أصدرته بالأمس عن حكم الدعوى القضائية رقم 23 لسنة 14 قاف المقامة من قبل هيئة قناة السويس بتثبيت الحجز التحفظي الذي يقع على سفينة الحاويات البنمية ايفر جيفن، يعني معنى كده مصير السفينة دي هيكون إيه؟ هل هيتم دفع تعويضات ولا المحكمة حكمت بعدم الاختصاص؟ علشان نبسط المسألة يعني لدى المجتمع من غير إرباكات قانونية أو ألفاظ يعني تكنولوجي يعني أو يعني ترمينولوجي، الهيئة كانت أوقعت حجز تحفظي، والحجز التحفظي ده يعتبر أمر وقتي علشان يعني قبل السفينة ما تغادر. نعم. صفة الاستعجال والأحقية، بنتكلم على 900 مليون دولار وشوية قيمة الخسائر، فمن فضلك يا رئيس المحكمة المختص وهي المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية دينا أمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة والبضائع خشية أن تغادر وبعد كده ما نعرفش نجيبها. المحكمة مشكورة أصدرت أمر بتوقيع الحجز التحفظي وده حقها وبالمبلغ المطلوب. طيب بعد كده المسألة ما بتقفش عند هذا الحد، المطلوب فيه إجراء تاني ليثبت الحجز التحفظي ويحكم بالحق. في نفس الوقت إنه ممثلي الشركة السفينة مالكة السفينة تظلمت أمام المحكمة الاستئنافية الاقتصادية من أمر الحجز. يعني من أمر الحجز. أيوة نعم. يعني كأنه الممثلة المالكة للسفينة قالت للمحكمة الاستئنافية من فضلك الغيلي الأمر الحجز ده لأنه ده غلط أو مش صحيح. محكمة الاستئناف نظرت الأمرين، إيه الأمرين؟ تظلم الشركة اللي هي مالكة للسفينة وطلب هيئة قناة السويس بتثبيت الحجز لأنه مش كفاية الحجز بس يصدر أمر الحجز تحفظه خلاص، لازم يتثبت علشان يحكم بالأحقية اللي هو 900 مليون. محكمة الاستئناف بعد ما نظرت القضية أولا عشان يبقى الحكاية واضحة ومعلومة إنه المحكمة رفضت تظلم الشركة المالكة للسفينة بإلغاء الأمر الحجز، يبقى معناها أن أمر الحجز ما زال قائما على السفينة وبالتالي لم تستطيع السفينة أن تغادر، ويبقى يظل الحجز التحفظي قائم على السفينة وعلى البضائع اللي على السفينة. طب طبعا دكتور شوقي من كلامك كده يعني شعرت ان الشركة المالكة مش عايزة تدفع الرقم اللي مطلوب.
تعويض. طبعا هي الشركه بتحاول ان هي تجد اي ثغره او اي منفذ او اي سبيل او اي وسيله او اي علشان تخرج من هذا المازق وبعد يطلق الامر الحجز التحفظي وتستطيع ان تغادر. فالمحكمه الاقتصاديه الاستئنافيه رفضت تظلم المالكه في الغاء الحجز التحفظي. وبالتالي يبقى احنا امام نقطه مهمه انه الحجز التحفظي ما زال قائما على السفينه وعلى البضاعه. يبقى درجه السفينه دلوقتي. طب ماذا عن التعويضات؟ ايوه اللي هي 914 وشايل دولار. يظل باقي بقى انه طلب هيئه قناه السويس تثبيت الحجز. ما هو الحجز ما يفضلش كده تحفظي، لازم يتثبت ولازم يحكم بالاحقيه ويحكم بحقيقه التعويض. المحكمه الاستئنافيه الاقتصاديه رات انه ده من اختصاص المحكمه الابتدائيه وليس من اختصاص المحكمه الاستئنافيه. انما مقبل القول زي ما بيقولوا ان الحجز التحفظي على السفينه وعلى البضائع ما زال قائما، وبالتالي لن تستطيع السفينه ان تغادر الا اذا عملت تسويه مع هيئه قناه السويس، وان الامر برمته الان امام المحكمه الابتدائيه الاقتصاديه في الاسماعيليه. طب المحكمه الابتدائيه الاقتصاديه في الاسماعيليه، يعني لو احنا دلوقتي بنتكلم على التعويض خلاص، ما هو الحجز موجود خلاص، تثبيت الحجز موجود، تثبيت الحجز والاحقيه. طيب تثبيت الحجز هو يقول دعوى الحق وتثبيت الحجز. طيب دعوى الحق اللي هو التعويض 914 مليون دولار وتثبيت الحجز. تثبيت الحجز لغايه امتى يا فندم؟ لغايه امتى؟ ما هو برضو الحجز ده هيبقى لغايه امتى؟ وهو ما هي حددها جلسه 5 يونيو اظن، 5 يونيو 5 يونيو يعني الشهر الجاي. ولو دفعت الشركه ما قبل 5 يونيو خلاص ممكن انها تتحرك. انصح لانه السفينه موجوده والحجز عليها والحجز على البضائع ولم تستطع ان تغادر، يبقى في هذه الحاله دايما يتقال ان الصلح خير. وانا برضو هاي قناه السويس اقول يعني الصلح في الحاجات دي مناسب للطرفين. ليه؟ بدل ما ندخل في اربكات قانونيه عديده، ودايما تيسير اجراءات التقاضي مطلوب، ودايما يعني المشرع دايما يسعى الى الصلح والمحاكم ايضا تشجع على الصلح. وبالتالي نحن امام طرفين الان، هيئه قناه السويس اللي هي صاحبه الحق والحاجزه ومطالبه الحق ب 914 مليون دولار قيمه الخسائر، والشركه المالكه للسفينه اللي هي تريد ان تغادر وتريد ان لا تدفع شيء. يبقى يصح جدا مش عايز تدفع خالص الشركه؟ يعني هو عماله تبحث عن اسباب، فيبقى الحجز قائم والسفينه يعني محتجزه. طيب يبقى لا سبيل الا انه الطرفين يقتربا من مصالحهما وينهي هذا النزاع بالتصالح، التصالح العادل، مش التصالح بقى يعني بفرض القوه، لا العادل. نعم يبقى طيب. انا اشوف أيوة. لو ما حصلش تصالح او ما حصلش تسويه خلاص يبقى خلاص ما انا ماشي. هل 5 يونيو دي حكم المحكمه الابتدائيه في الاسماعيليه هيبقى حكم نافذ على طول ولا على طول؟ على طول المحكمه الابتدائيه هتنظر تثبيت الحجز والاحقيه. نعم يبقى المحكمه الاقتصاديه الابتدائيه ستنظر الدعوه في 5 يونيو، وبالتالي سيكون الموضوع حاسم في الاحقيه وفي تثبيت الحجز التحفظي. يعني يا تدفع يا مش هتمشي خلاص. طبعا الخسائر متلاحقه والاضرار متجدده طبعا. والسفينه موجوده، وطبعا هيئه قناه السويس يعني تسعى الى الوصول الى حقها، وليس يعني لدت في خصومه ولا غيره. نعم. ولكن لا تريد انه يبقى الاضرار حصلت وانه السفينه تسببت وانه السفينه غادرت، ولم لان لو غادرت السفينه ما حدش خلاص وبالتالي ده فكره الحجز التحفظي انه يعني الحقني قبل ما الدنيا يعني تتلخبط حقيقي. فبالتالي استمرار الحجز مهم، وتظل المساله بتنظرها امام المحكمه الابتدائيه الاقتصاديه في الاسماعيليه في الجلسه المحدده اللي هي هتبقى الموضوع دعوى الحق. دعوى الحق كام؟ 914 اقل اكثر، وكذلك تثبيت الحجز ان شاء الله. يبقى المساله 5 يونيو قدامنا 10 ايام، وامام الطرفين فرصه للتفاهم والتصالح والتصالح العادل الذي لا يتسبب فيه احد ولا الاضرار باحد ان شاء الله. الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، انا بشكرك شكرا جزيلا.
هنتقل بحضراتكم دلوقتي لموقع الوطن، وعندنا خبر عن التعليم. التعليم بتحقق في صعوبة امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم تحقق في الشكوى من امتحان اللغة الألمانية خلال امتحان الثانوية العامة التجريبي لشهر مايو اليوم. أضاف شوقي في تصريحات له على جروب طلاب وطالبات مصر عبر تطبيق واتساب قبل قليل: وصلتنا الشكوى ونتحقق منها ولا داعي للقلق، لأننا نوازن بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي، وهذه مجرد تجربة وهذا هو الهدف منها، ولذلك أرجو الاطمئنان أننا نتحقق من الموضوع. من بوابة الأهرام نقرأ: وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن اليوم. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين زيارة رسمية للعاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية. من موقع الشروق نقرأ: وزير الري يكشف أسباب الفجوة بين إثيوبيا والسودان. كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الأسباب التي أحدثت فجوة بين السودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، وقال إن الفجوة بدأت منذ العام الماضي عندما أقدمت إثيوبيا على احتجاز المياه وإجراء عملية الملء الأول دون إبلاغ السودان، واستمر الأمر أسبوعا كاملا. وأضاف: وفقا للمعتاد فإن السودان قبل موسم الفيضان يعمل على سحب المياه من وراء السدود من أجل الاستعداد لاستيعاب المياه الجديدة، والسلطات قامت بذلك بالفعل، لكن بالتزامن مع ذلك نفذت إثيوبيا عملية الملء فقطعت المياه عن السودان بشكل كامل. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافة. هنطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل موعدنا مع فقرتنا الحوارية والخارجية.